السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنسوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع أصحابكم. شدو شي كوان خاوي، ديروا الكيت وطفيو الضو. كنتمنى لكم ماكسيموم ديال الرعب. مشينا معكم يونس، عندي 22 سنة. من صغري وانا كنعقل على راسي ديما كنت بوحدي، حتى الصحاب ما عنديش، ولا ما عنديش مع الناس نهائيا. كان بغيش نجمع معهم ولا نجلس معهم، ديما بوحدي. وحتى من الناس اللي كيحاولوا يتقربوا مني ما كان بغيش. الحاجة الوحيدة اللي كانت كتيرني وكتجرني لعندها هي عالم الماورائيات. كنت من ديما كان بغي نقلب ونعرف كاع داكشي اللي ما كان قدروش نشوفه بعينينا، سواء كان جن ولا حوايج آخرين. كنت كنموت على شي حاجه سميتها الرعب. كاع افلام الرعب اللي كنعرف تفرجت فيهم، وكاع القصص قريتهم، وفيما ما كنسمع شي موضوع كيخلع كنمشي نقرا عليه ولا نقلب عليه. هذه هي الحاجه الوحيده اللي كانت كتخليني فرحان ومستمتع في حياتي. كانوا كيجيوني الناس مملين، وكاع داكشي اللي كيهضروا فيه لا علاقه مع داكشي اللي كنفكر فيه انا. باقي كنعقل واحد النهار كنت كنقرا في الثانويه، كان داي على الإشاعة على واحد الراجل، كلشي الناس كيخافوا منه وكيخافوا يقربوا لدارو، وكيقولوا بلي راه خايب وسحار ومشعوذ، وكاع الناس اللي ساكنين حداه كيتشكاو منه. ولكن انا داكشي كاع ما خلعني، بالعكس عجبني. وبقيت كنسول الناس اللي معايا، كنقول لهم فين جات دار داك الراجل اللي كنسولو عليها، كيخافوا وما كيبغيش يقول ليا. حتى لواحد المره سمعت واحد 3 دراري كانوا جالسين قدامي كيهضروا، وكيهضروا على هذيك الدار بالتحديد وعلى داك الراجل. كيقولوا بلي غيمشيو يشوفوها غير من البعيد، يطلعوا عليها ويشوفوا ديك الهضره الناس واش صحيحه ولا غالطه. وانا كيف قلت لكم كنت من نوع اللي حدودي، داكشي علاش ما بغيتش ندخل راسي بيناتهم ونقول لهم نمشي معاكم. قلت شنو غندير، غنتبعهم اللور وغنشوف الدار ونعرفها فين كاينه. داكشي اللي كان خرجنا مع الساد العشيه، كان ديك الساعه 6 كتجيب الظلام. خارجين هما غادين وانا تابعهم اللور بلا ما يشوفوني وبلا ما نعيق. دخلوا لديك الحومه وبداو كيطلوا غير من البعيد، ما قدروش يقربوا حدا ديك الدار. وبالفعل اللي شافها راه باين الفرق ما بينها وبين الديور الاخرين، كانت في شكل على كاع الديور، كتبان قديمه ومخربه ومعلقين فيها شي خيوط وشي لعيبات ما فهمتش شنو هما. وهذا الشيء اللي زاد حرك فضولي، هما جبدوا التليفونات وبداو كيصوروا فيها. ومن بعد مشاو. تحركت انا لديك الدار، وقفت قدامها وبقيت كنتعجب وكنشوف. بقيت متردد واش ندق ولا لا، واش ندخل ولا شنو ندير، ولكن شي حاجه في الداخل ديالي كتقول لي ادخل. ندقيت المره الاولى، المره الثانيه، والمره الثالثه، وهو يتحل الباب. ملي شفت شكون اللي حلي لقيتها واحد البنت صغيره لابسة شي حاجة في الكحل. يلا جيت ندوي معاه ونسولها واش كاين الراجل اللي كيهضروا عليه كاع الناس، ولكن طارت من قدامي ما بقاتش بانت. قلت اشنو غنخسر، غندخل وغنشوف اش كاين لداخل. دخلت وزديت الباب من مورايا، بقيت غادي وكنشوف. ديك الدار كانت كتخلع من الداخل كثر من برا، وكانت مظلمه مشعلين غير الشمع. بقيت كنقلب على ديك البنت وكنعيط ليها، ولكن ما جاوبني حتى شي واحد. من بعد هو يطلع ليا واحد الراجل من الفوق، كانت لحيته طويله رقيق ووجهه في شكل، عيني خرجوا فيا. ما عرفتش واش من الصدمه ولا فرحان بيا حيت جيت لعنده. زديت راسي فيه وانا فرحان، حسيت بلي هذا الراجل عنده بزاف الحوايج اللي انا كنقلب عليهم. هتقولوا لي واش ما خفتيش، غنقول لكم لا، حيت مش حال هادي وانا كنقلب في هاد المواضيع ديال الرعب، كاع افلام ديال الرعب شفتهم، داكشي علاش ولا كيجيني داكشي عادي، وما بقيتش كنحس بالخوف، بالعكس وليت كنمل وبغيت نشوف حاجه جديده ونعرف حاجه جديده. داكشي علاش جيت لعند هاد الراجل. طلعت عندو قبل ما يقولها ليا. دوك الدروج ديالو كان بقالهم شويه ويطيحوا، كانوا كاع رايبين. بقيت طالع وراد البال حتى لقيته واقف قدامي، كان طويل بزاف، طويل عليا. عطيتو يدي باش نسلم عليه، ولكن ما ردش عليا، عطاني بالظهر وبقى غادي وانا تبعته.
وانا غادي في ديك الدار كل بيت كيجيني كيخلع اكثر من اللي قبل منه. حتى دخلت لذاك البيت اللي دخل ليه داك الراجل، جلس قدامي كان جالس فوق واحد الهيدورة. داك البيت اللي دخل ليه كان كيبان قديم وعامر بالعنكبوت، كانوا فيه بزاف تشراوط معلقين وحاط شحال من شمعة قدامه، وكانت من موراه واحد المكتبة كتبان قديمة ومغبرة فيها بزاف الكتوبة. انا ملي شفت ديك الكتوبة فرحت وقلت هاد الكتوبة محال واش يكونوا عند الناس العاديين. قاطع هو التفكير ديالي وقال لي جلس. جلست قدامه بقيت كنشوف فيه وكيشوف فيا بلا ما نطق بحتى شي كلمة. قال لي كنت عارفك غتجي. قلت ليه كيفاش وباش عرفتيها؟ ما جاوبنيش عاوتاني وقال لي علاش كتقلب بالضبط. شفت فيه وقلت ليه بما انك كنت عارفني جاي غتكون عارفني علاش جيت. الملامح ديالو تبدلو ولا قاصح كثر. قال لي اسمعني، انا عارف بلي ما عندي ولاد وما كاينش شي واحد اللي ورثني، داكشي علاش جابوك رجليك لعندي، حيت انت تختاريتي وفقع العلامات اللي مناسباني. واهم حاجه واكثر حاجه عجبتني فيك هي انك ما خفتيش من اللي شفتيني، حيت الاغلبيه ما كيقدروش يقربوا حتى لداري. شافني حاضي الكتوبه وقال لي غير تهنى، دوك الكتوبه كاملين غيوليو ديالك، ولكن خاصك تعلم بزاف الحوايج بعدا. قلت لي ورا داكشي علاش جاي لعندك؟ قال لي بغيت نسولك، واش عمرك شفتي الجن ولا شي مخلوق ما كيقدروش الناس الاخرين يشوفوه؟ قلت لي الصراحه بغيت نشوف ولكن ما قدرتش، ما عمرني ما شفت شي واحد بحال هكا. قال لي واش تبغي تشوف؟ قلت ليه اه ما كرهتش، ويا ريتني ما قلتش ديك الكلمه. قال لي واش فايت ليك سمعتي على العين الثالثه؟ قلت ليه قريت عليها ولكن ما تعمقتش في الموضوع بزاف. قال لي وشنو قريتي بالضبط؟ قلت ليه قريت باللي اللي كتكون عنده او اللي كتفتح ليه كيقدر يدير شي حوايج اللي ما يقدروش الناس العاديين يديروهم، وكيشوف شي حوايج اللي ما كيشوفهمش الناس العاديين، وحتى الاصوات اللي كيسمعهم ما كيسمعهمش الناس الاخرين. قال لي اه عندك الحق، وكاين بزاف الحوايج واحد اخرين غتعلمهم من بعد. شفت فيه وانا متحمس وقلت ليه صافي داكشي اللي بغيت حتى انا. قال لي المهم ما تلومنيش من بعد الا طرات لك شي حاجه خايبه، حيت انت جيتي لعندي برجليك. قلت ليه انا طالب عندك وانت يا الاستاذ ديالي، انا بغيتك تعلمني ومستعد لاي حاجه وغنتحمل مسؤوليتي. رجع باللور ودار لجهة ديك المكتبه بدا كيدفع فيها، حتى بان ليا واحد الكتاب مخشي في وسط الحيط، كان داير حفره تماك وحط فيها داك الكتاب. داك الكتاب كان في شكل على كاع الكتوبه الاخرين. جبدو وقال لي هاك هاد الكتاب قرا فيه. قلت ليه واش هذا هو اللي غيفتح لي العين الثالثه؟ قال لي لا، ولكن هذا غيعرفك على الحوايج اللي تقدر توقع ليك الا فتحتيها. ملي شديت داك الكتاب بيدي الرعاده طلعت معايا، حسيت بالتبوريشه وبحال الوزن ديالي تزاد، حسيت بشي ضغط من فوقي. شفت فيه وقلت لي انا ما محتاجش نعرف شنو غيوقع، انا بغيت نعرف بالتجربه، ما بغيتش نقرا على هذا الشيء حيت عييت من القرايه. ضحك وقال لي وليني راك زربان. خد هذا الكتاب قراه ورجع عندي من مورا ما تكملو. لواه ليا في واحد الطرف ديال الثوب وعطاه ليا، شديته من عنده وخرجت. قال لي رد البال حيت داك الكتاب تصاوبو منو غير جوج من النسخ، وحده عندي وحده عند واحد الراجل اخر في بلاد اخرى، عندك يضيع منك. خديته وخرجت من تماك. ملي شفت في الساعه تصدمت، لقيتها 12 ديال الليل. ما فهمتش كيفاش دوزت 6 سوايع مع هذا الراجل بلا ما نحس بيها. قلبت التليفون لقيت بزاف لي زابيل من والديا، ولكن كان شادهم بواد فوكال. يمكن ديك الدار اللي عند داك الراجل ما فيهاش الريزو. مشيت تحركت دخلت للدار، غير دخلت داروا ليا الويل، بقاو كيغوتو عليا. الوالده جات كتشم فيا وسحب ليها كان كمي ولا شي حاجه. قلت لها غير هني راسك من داكشي، انا ما كندير والو. خليتهم كيتغاوتو وطلعت بحالي للبيت. حليت الشكاره وجبت داك الكتاب. الصفحه الاولى كتقول بما انك حليتي هذا الكتاب فراه انت مختار، اختارك هذا الكتاب باش تقراه، داكشي علاش تحمل مسؤوليتك. شنو ما كانوا العواقب؟
كانوا فيه بزاف ديال الطلاسم وشي وصفات وتعاويذ ديال السحرة الكبار، ولقيت تماك واحد الحاجة اللي جرات الفضول ديالي هي كيفاش تفتح العين الثالثة. كيقولوا في داك الكتاب اللي إلا تبعت هاد الطريقة لمدة 7 أيام غادي تفتح، وبطبيعة الحال ما نقدرش نقول لك الطريقة حيت قلال الناس اللي كيعرفوها وكتشكل خطر على أي واحد عرفها. فديك المدة ما كنتش قاع كنمشي للمدرسة، قلت ليهم راه عندي عطلة، كنهبط ناكل وكنعاود نرجع للبيت. وجدت قاع داكشي اللي غيخصني، مبقيتش كنعس في الليل حيت كنت ديما سهران وكنطبق داكشي اللي كنقراه. الطريقة صراحة صعيبة شوية، خاصك تكون مركز بزاف، وإلا غلطتي في شي حاجة خاصك تعاود من الأول. شحال وأنا مدابز معاها وكل مرة كنغلط في شي حاجة كنعاود، لدرجة أني مليت وكنت غنحبس من داكشي. بقيت هكاك شي شهرين، ولكن في الأخر قدرت نديرها وحسيت بالجبهة ديالي بردات بزاف. عرفت بلي شي حاجة تبدلات فيا، وليت إلا حلمت بشي حاجة في الليل كتحقق في الصباح، وليت كنقدر نفهم الناس من عينيهم وكنسمع شنو كيقولوا في الداخل ديالهم، كنعرف فاش كيفكروا. فرحت بزاف، هزيت داك الكتاب ورجعت عند داك الراجل اللي حتى لدابا ما عرفتش شنو سميتو. دقيت وعاوتاني حلات ليا ديك البنت، ولكن هاد المرة ما غبرات، كنت كنشوفها وهي غادية قدامي حتى دخلات في الحيط، دازت منه فحال باب. تماك فهمت المرة الأخرى ما قدرتش نشوفها حيت ما كنتش طبقت هاد الطريقة وقريت هاد الكتاب، ولكن هاد المرة وليت قادر نشوفها. طلعت عند داك الراجل وقال لي مزيان، حط يدو على جبهتي وما عرفت شنو بقى كيقول. كنحس بها مرة كتبرد ومرة كتسخن، بقيت هكاك حتى غيبت. ملي فقت بديت كنشوفهم، كنشوف كلشي، كاع داكشي اللي كان مخبي عليا وليت كنشوفه. فين ما كندور راسي كيبانوا ليا. اما داك الراجل عييت ما نعيط عليه والو، غبر فحال سرطاتو الارض، ومن تماك ما عاودش شفتو. كانت هذيك هي اخر مره شفتو فيها. كانوا شي دراري صغار كيلعبوا حدايا، وعرفت بلي هما ماشي انس، غيكونوا من الجن. كانوا فحالنا تقريبا، غير هما عينيهم في شكل وكيتحركوا بزربه. كانت ديك الدار عامرة بيهم، وليت غادي وخايف لا نقاس شي واحد ولا نعفط على شي واحد. كنت كنسمع الأصوات ديالهم، بزاف الأصوات في راسي لدرجة أن راسي ولا كيضرني. هابط في الدروج حتى كنشوف وحدة طالعة، واحد المرأة كانت كتمشى على يديها ورجليها طالعة لجهتي. أنا تخلعت، وخا كنت كنقول ما غنخافش من هاد الشي، ولكن بدات كتدخلني ديك الخلعة، دخلات فيا وزادت وحسيت بيها حيت وليت قادر حتى نحس بيهم. رميت داك الكتاب وخرجت بالزربة وخليت الباب محلول غادي في الشارع وكنشوفهم في كل قنت، عايشين عادي، عايشين وسطنا، وحتى شي واحد ما كيتسوق ليهم الا الناس اللي كيقدروا يشوفوهم بحالي. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيكون خطر عليهم حيت ملي كيعرفوك كتشوفهم وكتسمعهم كيوليو باغين يتواصلوا معاك ويقربوا ليك ويطلبوا منك شحال من حاجة. حياتي تخربقات ديال بصح، وليت مقسوم ما بين جوج العوالي، وعاد النعاس ما بقيتش كنقدر الناس حيت فيما كنغمض عيني كنشوفهم ولا كنسمعهم. كانوا شي وحدين كينعسوا حدايا كاع، دارنا كانت عامرة بيهم ويمكن كاع الديور ماشي غير دارنا. حتى اللي سي ملي كنمشي ليها كنبقى غير ساهي ساهي وحاضيهم شنو كيديروا. الناس ولاو كيتهربوا مني اكثر من الاول، ما بقى حتى شي واحد كيقرب ناحيتي، ولكن كيف ما قلت لكم انا اصلا ما مسوقش للناس. شحال مره كنكون جالس في القسم بوحدي حتى كنبدا نغوت، كنغوت بلا ارادتي حيت كنشوف شي حاجه اللي ماشي حتى لتما، كنشوف شي واحد نقز عليا ولا شي واحد طلع عليا من السرجم ولا شي واحد داخل مع الباب كل مره. واشنو مبقاش قادر نتحمل، وليت ديما عيان، حتى الماكلة ما بقيتش قادر ناكل. دارنا من شحال هادي وانا كنجيهم في شكل، ولكن دابا زادوا تخلعوا عليا اكثر. دوك الجيل اللي كنت كنشوف كانوا منهم المسلمين، و
ولكن الأغلبية ديالهم كانوا شياطين، ولاو كيتواصلوا معايا وكيقولوا لي باش ندير لهم شي طقوس، ولا ما درتهاش كيعاقبوني كل مرة. وشنو، مرة كيقولوا لي اذبح، مرة كيقولوا لي شعل شي شمع. وصلت بهم الدرجة حتى يقولوا لي بات في المقبرة. قاعد ديك الزعامة اللي كانت فيا في الأول ولات رعب وخلع. نهار اللي بت في المقبرة شفت العجب تماك، راكم عارفين الناس العاديين وما كيقدروش يمشيو لتماك، عاد انا اللي كنقدر نشوف كل شيء ونسمع كل شيء. كانوا دايرين بيا من كل جهة اشكال وانواع، كانوا كيجيو حدا ودني ويبداو يوسوسوا ليا، وداك الصوت ديالهم كان كيضرني في راسي. صافي قلت وقيله هادي الاخره ليا، غادي نحماق ولا غطرى لي شي مصيبه. ديما في الليل ولاو كيهجموا عليا، كل واحد وشنو كيبغي، وكل واحد كيبغي يسبق راسو هو الاول، واللي ما سبقتوش كيبقى فيه الحال وكيجي ينتقم مني. كنت كنتقش ديما في الليل، نفس ما كنقدرش نطلعها، وكانوا كيهدوني حتى بوالديا والناس القراب ليا، واللي ديما كنغوت غير بوحدي. والدة شكات بلي راني حماقيت، جابوا لي واحد الفقيه ولكن ما قدرش يعرف حالتي، بقى غير كيدخل ويخرج في الهضره، جاني غير كيخربق. في الاخر ختمها وقال لهم بلي عنده جنيه عاشقه هي اللي كدير له هذا الشيء، كون جاتني غير في العاشقه لاباس عليا. دار داكشي اللي دار وعطاني داكشي اللي عطاني، ومن بعد مشى في حاله. الوالده ولات كتدخل عندي كل ساعه وكتقول لي واش درتي داكشي اللي قالك الفقيه. كنقول ليها اه، واخا انا كنت عارف بلي غير كيخربق وما غايجيبش معايا داكشي حتى شي نتيجه. وكيف ما توقعت بقى الحال هو الحال. داك العام صافي حبست على القرايه وما بقيتش كنمشي. والده فيما يقولوا لاصحابات على شي واحد كديني لعندو، وهما عاد ما كيزيدوا يجعروا، وكل نهار كيجيني واحد في شكل، ماشي غير واحد، كيجيوني بزاف في شكل. عييت عييت بزاف، حيت كل واحد كيتشرط عليا كيف ما بغى. واحد النهار فيقاتني الوالده في الصباح لابسه جلابيتها وقالت لي يلا معايا. قلت لها فين؟ قالت لي غنمشيو نزورو. قلت لها شنو غنزورو؟ قالت لي راه واحد صاحبتي بنتها كانت فحال هكا وداتها زوراتها ولات بخير. ما كنش كنبغي نخسر ليها، وقلت ليها صافي نمشي معاك. نط كلبس في حوايجي وانا كنشوف فيهم، هذا في البلاكار، هذا تحت السرير، هذا فوق الماريو، هادو واقفين ليا في الباب، كل واحد وفين. ولكن قدام الوالدة ما كانش كنقدر نهضر معاهم ولا نشوف لجهته. مشينا خدينا الكار شي 5 سوايع عاد باش وصلنا ديك البلاصة. كان حداها واحد الواد، والوالدة بقات كتقول لي ها انت عوم في داك الماء وغسل بيه، وانا غير شاد لها خاطرها وصافي. من بعد سالينا، قالت لي واش تبغي نباتو هنايا؟ قلت لي لا غير يلا نرجعو. قالت لي صافي سير سبقني انا تابعك. الوالدة ما عرفتش شنو رجعت تدير، وانا قلت غنمشي شويه نبعد وغنتسناها. وانا هكاك حتى بان لي واحد الراجل، راجل كان لابس البيض، جالس وكيشوف في جهة داك الوالي. كان عاطيني بالظهر، ولكن إن فوا وقفت موراه حس بيا ودار لعندي، تبسم وقال لي اجي جلس. مشيت جلست حداه، كنت كنشوف حداه الجن حتى هو، ولكن كانوا كيبانوا ظريفين. كان شاد التسبيح في يديه وكيذكر الله، وانا نقول ليه واش تقدر تعاونني؟ قال لي انا عارف مشكلتك، الفضول ديالك اللي دارها لك ولدي، مشيتي فتحتي العين الثالثه وانت باقي ما وصلتش وقيدتك. قلت ليه كيفاش ما وصلتش وقيدتي؟ ما فهمتش. راه الراجل اللي عاوني باش نفتحها قال لي بلي هذه هي وقيدتك، وقال لي بلي انا تختاريت. مشى فيا وقال لي هذاك راه كان هز حمل ثقيل وحيدو عليه، رمى كل شيء عليك نتايا. اسمعني يا ولدي، العين الثالثه كتحل في وقتها، اللي كيكون بنادم شاد طريق الله، ملي كتحل بوقتها كتسمى بصيره، والله اللي كيفتحها لك بالاذن ديالو كتولي تشوف داكشي اللي بغى الله، وكتكون امورك مزيانه. ولكن انت مشيتي فتحتيها وانت باقي غارق في الظلام، وما كانش الهدف ديالك هو تعرف الله، بالعكس كنتي باغي تعمق في العالم ديال الجن والماورائيات، وهادشي اللي خلاك تشوفهم وتسمعهم وتنفذ ليهم داكشي اللي بغاو بزز منك. بقيت كنشوف فيه وانا مصدوم، كيفاش عرف عليا هادشي كامل؟
عينيا غرغرو وقلت ليه دابا عافاك عاوني، راه ما عرفت ما ندير وحياتي ولات عذاب، وليت مقسم ما بين جوج العوالم، ما حيتي مع الانس ما حيتي معاهم. قال لي واخا ولدي غنعاونك. مشيت رجعت عند الوالده وقلت ليها الوالده خلينا نباتو هنايا. تصدمات وقالت لي يا قلت لي ما نباتوش. قلت لها لا غير خلينا احسن ما نرجعو دابا. قالت لي واخا، هي كانوا عندها شي ناس من العائله مشات تبات عنده. وقلت لها انا غنبات هنايا حتى هاد الوالي. قالت لي اللي بغيتي يا ولدي، انا غدا في الصباح غنرجع عندك. مشيت رجعت عند داك الراجل، داني معاه لدارو، دار لي واحد الثوب ابيض على راسي وبدا كيقرا عليا. هو كيقرا وكيتبسم، كان زوين داك الراجل بزاف في وجهه، الله صيفطو ليا فحال شي ملاك. من بعد ما سالا دار لي واحد السنسله في عنقي وقال لي خلي هادي عندك ما تحيدهاش. من بعد ما سالا دار لي واحد الخاتم في يدي وقال لي خلي هذا عندك وما تحيدوش، هو راه غيحميك منهم. وما تنساش يا ولدي انا درت غير السبب، انت خاصك تكمل. قلت ليه كيفاش؟ قال لي واظب على صلاتك وديما بقى على وضو وديما اذكر الله، وما تبقاش تقلب في الامور اللي بعيده عليك، حيت لا بغاك الله تعرفها غادي تعرفها واحد النهار. حسن ما تمشي تقلب عليها راسك وتجيبها في صحتك. شفت فيه وانا فرحان وقلت ليه شكرا، وبقوت مكان داك الراجل زوين والضو ضارب ليه في وجهه نسيت ما نشوف شنو داير بيا. ملي بديت كندور في وجهي ما بقاوش كيبانوا ليا، ما بقيت كنشوف حتى شي حاجه، كان غير داك الراجل اللي قدامي هو اللي كنشوف. عنقت وقلت ليه شكرا بزاف، الله يرحم لك الوالدين. قال لي خليك معانا هاد الليل انت ضيف عندي. قلت ليه واخا. داك الراجل كان عايش حياه بسيطه ولكن كيبان باللي فرحان وراضي بداكشي اللي عطاه الله. ديك الليله كامله وانا كنذكر معاه الله واللي دارها كنديرها حتى انا. في الصباح ملي فقنا قلت ليه ما سولتكش ديالاش هاد الخاتم. قال لي داك الخاتم ولا يخليك ما تشوفهمش، ولكن ما تخافش ما حدك كدير داكشي اللي وصيتك عليه ومواظب عليه غيبداو يختفيو شويه بشويه حتى غترجع لطبيعتك وغيولي كلشي عادي. شكرته وتميت خارج، درت باش نشوف فيه ونسلم عليه ولكن ما لقيتوش. تبسمت سديت الباب وخرجت. مشيت لجهة البلاصة فين غنتلاقى الوالدة، لقيتها تما كتسناني. سولتني فين بت وكيف دوزت ليلتي. قلت لها دازت زوينة بخير انا وليت لاباس الحمد لله. ضحكات وقالت لي على سلامتك يا ولدي. راجعي للدار والطريق كاملة وانا كنشوف داك الخاتم وكنتفكر داك الراجل، كل ما تفكرتو كنحس بالراحة. بديت كنطبق كاع داكشي اللي وصاني عليه ومواظب على الاذكار اللي قال لي. صافي من تما كلشي رجع لطبيعته وقليل فين وليت كنحلم ولا كنشوف شي حاجه. مره كان كيجي عندي داك الراجل في الحلم وكيوصيني ولا كينصحني بشي حاجه، وكنت غير كنفيق كنديرها واموري كتيسر. ومن تماك حلفت ما نبقى نقلب على شي حاجه اللي بعيده عليا اولا اللي باقي ما وصل وقتها، حيت ملي كيوصل وقتها كتجي حتى لعندك. وكانت هادي قصتي مع العين الثالثه، حيت لاحظت بلي بزاف الناس ولاو كيبحثوا في هذا الموضوع وبغيت نوضحو لكم ونفسر لكم اش كاين. الخوت هنا كتسالي قصتنا. ما تنساوش كيف العاده تدعمونا باللايك وسبسكرايب وتشاركوها مع اصحابكم. السلام عليكم.